أغرب وأغلى مجوهرات الفنانة أحلام، أبرزها بطاقة ائتمان مرصعة بالذهب. لطالما اشتهرت الفنانة الإماراتية أحلام بالأشياء الغريبة، ولكن أشهر ما صدم جمهورها بخصوص المجوهرات التي تمتلكها هو حيازتها لبطاقة ائتمان مرصعة بالذهب يقدر ثمنها ب3 ملايين دولار، وذلك بحسب ما أعلن الإعلامي اللبناني نيشان في إحدى حلقات برنامج أنا والعسل. وبجانب بطاقة الائتمان، اشتهرت أحلام بامتلاكها لمجموعة مجوهرات تعد ضمن أغلى وأجمل قطع المجوهرات في العالم بأكمله، منها نسختان من سلسلة كارتيير على شكل نمر، إحداهما مرصعة بالأخضر والأخرى مرصعة باللون الأزرق، وهي مصنوعة من 18 قراطا من الذهب الأبيض والزمرد، ويبلغ سعر الوحدة 43,500 دولار، بما يعادل 331,974 جنيها مصريا. كما تمتلك أحلام قلادة المهراجة باتيالا ذات 5 صفوف والمرصعة بحوالي 2930 ماسة بأحجام مختلفة، بجانب الماسة الصفراء المعروفة باسم دوبيرز، ويبلغ وزنها أكثر من 234 قيراطا. وفي إحدى حلقات برنامج أرب أيدول، ارتدت أحلام الساعة الرولكس الأغلى في العالم والتي يبلغ ثمنها 49,000 دولار، بما يعادل 373,948 جنيها مصرية. وظلت مجوهرات أحلام حديث الملايين ومحل جذب أنظار الكثيرين، مما شجع بعض الأعمال الفنية على تناول فكرة مجوهرات أحلام، فظهرت بوضوح في فيلم أوشن 14 من إنتاج عام 2015. وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة الإماراتية أحلام وبرفقتها الفنان المصري المنتصر بالله، اعتقدوا من خلالها أنها تلبس خاتم خطوبة، ومن هنا خرجت شائعة خطوبتها المسبقة من الفنان المنتصر بالله قبل زواجها من زوجها مبارك الهاجرية.